كنت عندما أدخل إلى الأدغال الاستوائية في أي بلد من البلاد، كان أول ما أصنعه أن أقطع غصن من الأشجار أو عود من البوص وأصنع منه عصا، ثم أقضي ساعات طويلة في نقشها عن طريق الحز بالسكين وأرسم عليها خطوط طويلة وخطوط عرضية. وكنت أعتبر هذا الوقت الذي أمضيه في زخرفة العصا هو بمثابة مرحلة تمهيد نفسي للتعود على حياة الغابة. مش هدخل على الغابة، هدخل امشي على طول، هدخل امشي فيه الحيوانات والبلاوة والأمراض، محتاج تمهيد. فأقعد أجيب العصا وأقعد أزود واحدة واحدة، أدعى الوقت يمر علي، الوقت يعمل في ذاتي عمل تمهيدي لما هو سيأتي علي بعد ذلك، حتى أتعود على المكان والجو اللي أنا عايش فيه والغابات والتعابين والحيوانات، أتعود. فباخد وقت، فديها وقت شوية، أجيب عصا وأقعد أزخف وأضيع الوقت شوية، مش بضيعه، أعمل عملية تمهيد نفسي لوصولي إلى الغابة. ليس من الحكمة أن يأتي الإنسان من الحياة المدنية ويدخل إلى أعماق الغابة مباشرة ليعيش فيها، فهذا التغيير في نوعية الحياة يحتاج إلى مرحلة انتقالية حتى يتعود الجسد والنفس على هذا الوضع الجديد، وحتى تتعود حواس الجسم على الجو المحيط بها. وكنت أقضي هذه المرحلة الانتقالية في زخرفة العصا. العصا العصا. ومن الملاحظ أنه عندما يقضي الإنسان وقتا كبيرا مع شيء ما، ينشأ نوع من الارتباط والصلة بين الإنسان وبين ذلك الشيء. عندما يقضي الإنسان وقتا طويلا مع شيء ما، ينشأ نوع من الارتباط والعلاقة والصلة بين الإنسان وبين ذلك الشيء الذي أمضى معه ذلك الوقت. فأكبر العوامل التي لها تأثير على العلاقات البشرية هم عامل الزمان وعامل المكان. أكبر شيء، كل شيء يتكامل فيه عامل الزمان والمكان ينشأ ارتباط. يبقى الارتباط بينشأ بالمقام الأول تحت تأثير عامل الزمان والمكان. في عوامل أخرى عديدة زي عوامل الفكر والتفاهم واللقاء الروحاني، بس أنا بقول لك من أكبر العوامل وأشهر العوامل عامل الزمان وعامل المكان. سواء كانت علاقات بين إنسان وإنسان، أو علاقات إنسان بجماد أو حيوان، فهي بالمقام الأول نتيجة معايشة لمدة من الزمن في مكان ما.